ماشي. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. نورنا كابتن ناصر. تحياتي كابتن الاهلي، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد بلال. كابتن ايمن، بدايه اداء مختلف النادي الاهلي النهارده، اداء جيد، روح جيده جدا، جمهور ولا اروع. يمكن النهارده كابتن ايمن الحظ يمكن ما كانش موجود، ولكن اتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه. والنهارده ايضا سليمك عمل مباراه كويسه، استمتعنا. وعندنا كابتن اسامه حالات كتيره جدا جدا النهارده، منها حالات وانا بقول لابد ان احنا نبحث عن الكاميرات ذات الجوده العاليه. كابتن انا عندي حاله النهارده، لابد ان النهارده تمركز الكاميرات في ميدان اللعب مهم جدا جدا جدا، خاصه الكاميرات خلف الحكام المساعدين. النهارده ما ينفعش اجيب لقطه بزاويه كاميرا بعيده عن الحكم المساعد، اكيد هتديني حاجات او قراءه مش مظبوطه، مخالفه. عدد الكاميرات نمره واحد، احنا شفنا في كاس العالم عدد الكاميرات مهم جدا جدا، جوده الكاميرات، النقل التلفزيوني كمان مهم جدا جدا. عندنا دوري محترم، نتمنى ان الكاميرات تزيد في ميدان اللعب بدل ما هي 6 كابتن بلال او 8. ايه المشكله ما تبقى 16 كاميرا طالما عندنا دوري؟ عاوزين التحكيم بيبقى فيه كويس. طاقم التحكيم النهارده كان ابراهيم نور الدين، يمكن اول مباراه بيديرها للنادي الاهلي هذا الموسم. كان معاه هاني خيري الحكم المساعد رقم واحد، وكان معانا محمد محمود لطفي حكم من منطقه كفر الشيخ، وكان محمود منصور الرابع، وكان الفار خالد الغندور حكم صاعد ابن كابتن جمال غندور على فكره، وكان معانا يوسف البساطي. نشوف ايه الحاله الاولى، ونشوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا 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 في الدقيقه 75. نشوف الحاله ديت مره واثنين وثلاثه عشان نوضح هل هناك كان مخالفه، وهل هناك كان اهمال او تقصير من الحكم او الحكم المساعد. نمشي، هات لي اخر لقطه بعد اذنك في هذه الزاويه، اخر لقطه من هذه الزاويه، وبعدين هرجع تاني لللايف تاني. اللعبه دي مهمه جدا جدا، اخر لقطه اللي هي فيها المخالفه بيتم ارتكابها كابتن ايمن بالاسترزاد في لاعب نادي الاهلي كريم فؤاد من مدافع سيراميكا محمد شكري. شوف اخر لقطه هتبين المخالفه واضحه جدا جدا. لسه كمان اللقطه اللي جايه هنشوف كمان، مش من الزاويه ديت، هنشوف الزاويه اللي جايه. نمشي، اللقطه اللي جايه من فضلك. هنا يا كابتن بقى، هنا هنشوف، هنا كريم فؤاد بينجح في لعب الكره، تمام. شوف، ستوب واضحه هنا، واضحه جدا 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 جدا. استرز رايح في مكان مش محمي، وهنا القرار مفقود من الحكم، القرار مفقود من الحكم المساعد. ماذا لو مش موجود الفار؟ ده السؤال. هرجع باللايف بقى تاني عشان نقول ما يجب تطويره يا كابتن اسامه في هذه الحاله. ركله جزاء صحيحه لم تحتسب من المساعد ومن حكم المباراه. ستوب. هنا انا كحكم في الدقيقه 75 لازم انا استشعر الخاطر. كابتن بلال، 75 15 دقيقه لابد ان يكون التركيز عالي جدا. مظبوط. المجهود البدني عالي جدا جدا، زاويه الرؤيه واضحه جدا جدا جدا. طيب لو نراجعنا في الكوبريشن بتوين اسيست ريفري او ريفري، ايه هو التعاون يا كابتن؟ ايه مفهوم التعاون يا كابتن بلال؟ انا بريم هنا، بريم نور الدين هنا بعيد، تفاصيل اللعبه هنا صعب ان هو يشوف. لازم فين المساعد؟ اين محمد محمود لطفي الحكم المساعد في هذه الحاله؟ احنا يا جماعه بنتكلم ركله جزاء، خلاص احنا متفقين 100%، ولكن ما يجب تطوير اداء الحكام. كان ده انا بقوله، اعتقد المفروض اللي تقوله لجنه الحكام للحكام. بريم نور الدين بعيد شويه نتيجه ان هو ما قراش اللعبه كويس قوي، وهنا المخالفه راحت عند خط المرمى. انا هنا الحكم المساعد لابد اتدخل بالقرار في الكوميونيكيشن. كابتن ابراهيم، انا شايف ان في مخالفه والمخالفه واضحه، وبالتالي هنا شايف ان هنا في تقصير من الحكم المساعد في عدم ابلاغ الحكم في الحاله ديت، وهو ابراهيم قصر شويه في ان هو يتواجد في الحدث. ركله جزاء صحيحه لمحمد لكريم فؤاد من مدافع سيراميكا محمد شكري. على فكره هو ده الانذار يا كابتن ايمن.
في هذه الحاله اداله انذار. الحاله اللي جايه شوف حاله من الحالات المهمه، وهنا يعني مطالبه من حسين الشحات، هو بيقول ان انا في دفع او في زقه يا كابتن. هنا نشوف الحاله اللي دي مهمه، نشوف هنا، شوف هنا، هو هنا او شادي حسين، يعني شادي حسين هو راجع بظهره كابتن بلال، وبالتالي هنا السكوت طبيعي جدا، مفيش مخالفه. ولكن انا النهارده شادي لو وقفت على كورتي او رحت لها ووقفت بجسمي هاخد مخالفه. صح، هاخد مخالفه. صح، انما انا عاوز اخد مخالفه والمخالفه هنا مش موجوده، والقرار كان قرار صحيح للحكم. الحاله اللي جايه بعد كده نشوف هنا، تمام كابتن ابراهيم انت اديت انذار لمحمد هاني وكنت رائع فيه، ما عنديش مشكله، والانذار كان لتعطيل الهجوم الواعد. هات اللايف بعد اذنك، لايف اللايف، ممتاز. ستوب، ده هجوم واعد مش هجوم واعد يا كابتن اسامه؟ طبعا كابتن بلال، ما انا استحوذت هنا، لو المخالفه مش موجوده انا بقى انا عندي عالم اقول عنده امكانيه يا كابتن، هعدي واعمل دريبل، هعمل باص يمين، او انا هروح اعدي، هنا تعطيل هجوم واعد زيها زي بالظبط لعبه محمد هنا اختلاف المعايير في البطاقات بقول ابراهيم، لا هنا كانت تستوجب البطاقه صفراء للاعب سيراميكا في هذه الحاله، وهنجيب حاله هاني على فكره، هما الاثنين تعطيل هجوم واحد. يلا اللي بعد كده شوف الحاله اللي جايه دي، حاله من الحالات المهمه، وده اللي احنا بنتكلم فيها كابتن ايمن، حاله صعبه جدا 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 جدا. مين اللي يفصل فيها؟ هنا انا قلت في البدايه يا كابتن، هو هنا الحكم المساعد اشار باستمرار اللعب ثم اشار على التسلل. انا بس لو حد يعني بيبص للكاميرا، الكاميرا مش جايه من ورا الحكم المساعد هنا كابتن. ايوه تاني بس انا بقول كان يجب هنا ايه، في كاميرا خلف الحكم المساعد مباشره، اللي هي ايه الكاميرا الجانبيه دي، بتبقى يمين 5 6 متر او شمال 6 7 متر، ما تدكش النتائج اللي هي ايه، اللي هي مقنعه، على الرغم ان هنا الفار حط النقاط، ونشوف هنا الفار حط النقاط، ولكن بنقول يا جماعه هنا لابد ان يكون الكاميرات، عدد الكاميرات في ميدان اللعب اكتر من 6 ومن 8 عشان يبقى الحق رايح لصحابه، ما نقولش ان هنا في خط، هو هنا الفار هنا حط الخط الاحمر هنا على جزء الكتف كابتن، الاحمر هنا حط على جزء كتف لاعب نادي الاهلي كويس، والخط الازرق هنا حطه على راس لاعب نادي سيراميكا، ثم هو جاب لك هنا الايه، جاب لك اللقطه هنا، الخط الاحمر هو اقرب الى مرمى المنافس، وبالتالي هنا في تسلل، فهو حط النقاط، ولكن انا ما بتكلمش على النقاط، انا بتكلم على الكاميرا اللي هي الجانبيه اللي خلف الحكم المساعد كابتن، فحاله محتاجه، لا محتاجه ان احنا يعني نشوف تقنيه افضل من هذه التقنيه، لان هنا بردك لعبه صعبه جدا جدا، وان كان الحكم خد القرار اللي هو من وجهه نظر صح وتمركزه مش وحش، ولكن نتمنى ان هذه الحالات يبقى فيها تقنيه افضل يا كابتن شريف. الحاله بعد كده هنا نشوف هنا لعبه هنا، بس نفس الشيء يعني، هو لاعب سيراميكا هنا تمام نجح في ان هو ياخد المخالفه، وهنا كان في شد من محمد هاني، وهنا اديت انذار يا ابراهيم، مفيش مشكله عندي والانذار صحيح، ما هي نفس لعبه علي معلول مظبوط، هنا تعطيل هجوم وهنا تعطيل هجوم. نشوف الحاله تاني، هنا هنلاقي هنا محمد هاني ماسك، والمسك واضح، وهنا تعطيل الهجوم الواعد، وهنا البطاقه صحيحه، الشيء بالشيء يذكر، دي انذار ولعبه سيراميكا كانت انذار. معاك يا كابتن عادل؟ يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه اللي يعني البعض يرى ان هناك مخالفه، نشوف هل في مخالفه ولا ما فيش مخالفه. نشوف هنا الحكم اشار باحتساب الهدف، والحكم مساعد قرر، والفار اكد على قرار الحكم في الميدان. شوف اللعبه تاني من فضلك، نتاكد ان كان هناك في مخالفه ولا لا. نشوف هنا ستوب كابتن، هنا كابتن محمد هاني قدام الشناوي تمام، قدام الشناوي يعني مش اللاعب الاحمر هو اللي قدام الشناوي، عارف لو اللاعب الاحمر هو اللي قدام الشناوي مخالفه، مظبوط مخالفه، ودي برضك بنقولها ايه، انا يعني المفترض ان هنا
انا لو مش شناوي لا اصلا المفروض الكوره دي انا لو مش شناوي في الكوره دي قبل ما تتلعب ازق الاثنين قدام من بره خالص. لا هو بيعمل كده، خلي بالك حراس المرمى كانوا بيعملوا كده. لا يا كابتن ناصر، هي مش الاثنين، هو يمنع هاني انه يقف قدام، يعني هو يخلي بيكهام بس هو اللي واقف قدامه ساعه الكوره يعمل لبيكهام كده وياخد. ليه يا كابتن اسامه؟ لكن هو عشان وجود هاني قدامه دي عطلته، ابتدى ينسى نفسه، مساحه للشناوي ان هو يرتقي ويطلع. ايوه بالظبط، انما هو محمد منعته وكده. ولكن هنا هدف سليم، ما فيش فيه اي مخالفه. وهنا نشوف بيكهام، هنا راجل طلع من الثبات وحطها هدف، ما فيش فيه اي مخالفه. يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. هنا مطالبه بمخالفه لمسه اليد، واحنا قلنا لمسه اليد ليها معايير يا كابتن اسامه، خلي بالك في احتسابها، وقلنا الكلام ده اكثر من مره. نشوف هنا الكره مشيت تماما، هنا ما فيش هنا مخالفه، اليد طلعت على الفاضي. وهنا بس كابتن قلنا لما تبقى في مخالفه يبقى الايد او الذراع خارج نطاق الجسم، سواء افقي او جانبي، دي تبقى في وضع غير طبيعي، تمام. ولكن لما تبقى الايد مضمومه للجسم والكره تنزل عليها، هنا مفيش مخالفه، لان دي لما كبرت ما كبرتش الجسم وما خدتش حيز، وبالتالي هنا ما كانش فيه هنا مخالفه لمس الكره. كابتن بالايد تنزل على ايدي ماشي، انما تنزل على ايدي وانا مش حاططها جنبي، بس ما اخدهاش بقى بايدي كده. طيب بص يا كابتن، لو جاب لي الزاويه الثانيه هتلاقيه بعد ما نزلت على ايده راح شايلها بايده كده لقدامه، مش ايدي فضلت كده وهي نزلت قدامي كده، لا تمام. ده نزلت على ايده وانا ما بقى يعني. طيب بص انا دي رؤيتي انا وشايفها كويس قوي. طيب الكره دي بينالتي، هجيب الكره دي لما خبطت في ايده هو راح مطلع ايده واخدها كمان قدامه مباصل نفسه. طب نشوف تاني يا كابتن شريف، ما نزلتش هي تك تك. طيب نقف، ما نزلتش تك تك. بص يا كابتن، يجيبها امام الزاويه اللي هو بياخدها بايده. كلامك رائع جدا جدا يا كابتن شريف. كابتن بلال خليك معايا. عارف كابتن شريف، وهي جايه، لو هي جايه وانا الايد تحركت، او وهي جايه الايد اتغير موضوعها، معاك مليون في الميه. انما لو انت تلاحظ الكره وهي رايحه الايد ما اتغيرتش، يعني كابتن بلال كابتن ده في احتكاك هنا اصطدام يا كابتن. انا مش عندي لما وصلت له، بعد ما وصلت له وحصل لها حاله سكون، راح هو مريحها بايده مكمل حركه دراعه. طيب الكره بقت تحت رجله، انما الكره مش هتعمل بام تحت رجله كده. بص يا كابتن، بص يا يعني كابتن تاني، احنا بنحاسب اللعبه كابتن بلال على وضع اليد لحظه ارتكاب المخالفه، صح؟ هل الوضع الايد كان طبيعي ولا لا؟ اللي بعدها بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن. هو لما بنيجي نحكم على كوره اتفضل، بنحكم عليها من زاويه واحده؟ لا، اكتر من زاويه. اكتر من زاويه، ممتاز. هم ما جابولناش غير الزاويه دي. طيب ما انا قلت في بدايه كلامي يا كابتن ايمن الكاميرا، قلت من فضلكم يا جماعه احنا عندنا بطوله وعندنا دوري، لابد ان احنا نزود عدد الكاميرات. ليه؟ لان زي ما قلت هذه الحاله اللقطه بتاعتنا ما فيش فيها حاجه، ولكن اديني قناعاتي انك انت تديني زاويه واثنين وثلاثه. كابتن بلال ولا انت مش معايا؟ صح. ولكن هي زاويه واحده، فزاويه واحده انا بتكلم بامانه، هنا الايد نازله، الكرة نازلة على الإيد والإيد في وضع طبيعي، ولكن لو عندي أكتر من زاوية تقدر كلامك رائع يا كابتن. حركها والله يا كابتن ناصر، نتمنى حركها. أيوة وهو بيريحها لنفسه عشان يقدر يطلعها كورنر بعد كده. ماشي، خلينا نروح للحالة اللي بعد كده ونشوف هنا الحالة دي بقى. الحالة دي صعبة. أولاً هرجع لللايف تاني، وحالة مهمة جدا. لا لللايف 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 الأول خالص. ستوب بس كابتن عادل، دايما بنقول حكامنا لما يكون اللعب في الناحيه العكسيه دي ناحيه ميته، عارف يعني ايه ميته؟ ميته يعني الحكم المساعد مش موجود عندك هنا. قرب هذه الناحيه الميته دي، بيحصل ايه؟ انا كحكم مساعد لازم اغير، باجي هنا كده صح هنا، يبقى مفيش ولا لاعب هنا قافل عليا زاويه الرؤيه، صح؟ انت معايا؟ فبتحرك اجي فين؟ اجي كده على طول اوتوماتيكلي هنا عشان اقدر اشوف تفاصيل اللعبه يا كابتن، حتى ابقى كتر اللي زمان اشوف. عارف ليه انا بقول الكلام ده؟ لانك انت يا كابتن ابراهيم لو انت جيت كده يعني خليك معايا يا كابتن سمير، لو انت جيت كده هنا كده وخدت القرار ايا كان مقنع، صح؟ مظبوط، مكانك مقنع. ولكن من المكان ده، معلش تسمح لي من المكان ده ابراهيم، من هنا ما حدش يقول لي انت شفت حاجه، صعب. يعني عندنا اكتر من لاعب، عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة حاجبين الرؤية، حاجبين الرؤية هنا مظبوط، وما عندكش حكم مساعد. انا دي حالة لعبة ميتة، يعني عمره ما هيديها،
عمره ما هيجي. تعالى هنا، تعالى هنا هيعمل ريسك النيم. شوف تفاصيلك، هو كده يا كابتن ناصر عمره ما هيديها. لا استحاله هيعمل ريسك. انا بتكلم يا كابتن ما تتحسبش. من فضلك اعمل عليك كابتن، يعني روح في المكان وخد القرار يا كابتن بلال، انما انت ما رحتش في المكان يا كابتن. ده دقيقتين يا كابتن اول تايم، ده موضوع تاني. دي قراءه فتحوا الاستوديو اللي فات ده. احنا ما زلنا لا استاذ بنلعب اتكلمنا، احنا ما زلنا بنلعب الشوط 30 دقيقه على حارس المرمى 30 دقيقه اللي عملها اكتر من مره. مش ممكن، خلي بالك مش مره واحده. وبعدين هي 16 ثانيه يا كابتن، مش 13 ثانيه، 16 ثانيه يحتفظ ده. دي ولا حاجه جنب النهارده بالكره، ده حاله استفزاز كمان. بالظبط كده. انا قلت ايه يا كابتن؟ طبق القانون لو انت حكم عملها مره هروح احسب اندايركت على اللاعب، تيجي جول ما تجيش جول مش مشكلتي. صح، وقلنا ما لناش علاقه باداء النادي واداء الفرقه، احسب طبقا للقانون. لو اتعملت مره واحده حارس المرمى، مش هو بس اللي هيبطل يعمل الكلام ده، كل الحراس المرمى اكيد يا كابتن بلال هتبقى يعني خايفه من القرار ده. ولكن احنا بنترك حراس المرمى واحنا بنساعد على ضيعه الوقت، اللي في الوقت الاتحاد الدولي بياكد على اهميه لعب ال 90 دقيقه لعب فعلي، لعب فعلي. يا ريت ننقل تجربه كاس العالم لكلاتنبرج، وقلنا السعوديه طبقت، السعوديه طبقت الوقت المحتسب الفعلي وليس التقدير يا كابتن. صحيح. هنا بنقول هنا في اللعبه دي كان يجب حتى يا ابراهيم روح ما روحش تفاصيل، وهنا الفار كان يجب النهارده حتى على الاقل. هذه حاله تقديريه، مفيش مانع انك انت تستدعي فيها الحكم، هو الراي. يمكن انا اقدر غير ايمن، يمكن انا اقدر غير ايمن غير بلال. هذه حاله، هل في دفع؟ هل في تنافس عادل؟ لان الحكم النهارده كان بعيد عن الحدث، وبالتالي احنا بنطور اداء الحكام يا كابتن. صدقني هذا الكلام اللي احنا بنقوله ده تاكيدا لتطوير الحكام من خلال منصه النادي الاهلي او استوديو النادي الاهلي. نتمنى يا جماعه التوفيق للتحكيم، ونتمنى التوفيق لكل الانديه في الدوري الممتاز. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفت. شكرا كابتن، شكرا. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا في الاسبوع العاشر او الجوله العاشره مباراه الدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وما زلنا حتى اشعار اخر متربعين على القمه. كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله. في النهايه بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا يا كابتن، شكرا. كابتن عادل عبد الرحمن، شكرا يا كابتن شرفتني. كابتن اسامه عربي، شكرا يا كابتن شرفتني. كابتن بلال شرفتني يا كابتن. شكرا كابتن بلال. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى ورقه حياتي.